تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى انطلقت فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي أطل على ثلة من المعنيين والخبراء والمشاركين فيه بعنوان الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المستقبل. تحت شعار الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المستقبل يأتي هذا المؤتمر لمناقشة تحديات التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب خطوة جادة في تعديل نهج الأفكار وتوظيفها بمكانها المناسب والاستفادة من مزاياها. فعلوم هذه الثورة ستسهم في مساعدة العقل البشري جنبا إلى جنب في خلق فرص عمل نوعية وذات مرونة وإنتاجية ملحوظة. إن مستقبلنا هو في تبني الذكاء الاصطناعي الذي أصبح اليوم مهم ومهم جدا، ونأمل إن شاء الله أن احنا نستطيع إن شاء الله أن نوظف هذا الذكاء الاصطناعي في خدمة أهداف التنمية في البحرين على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. الدكتور جاسم حاجي رئيس المؤتمر يرى أن البحرين تخطو بثبات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعمل على نشر ثقافته بلغة شمولية لا يستعصى فهمها عبر عدد من المؤتمرات الهادفة. نعمل على الذكاء الاصطناعي والتوعية في الذكاء الاصطناعي، ثم راح نلقي عدة محاور منهم محور في دور المرأة في الذكاء الاصطناعي، دور الذكاء الاصطناعي في الصحة، ودور الذكاء الاصطناعي في التعليم. للذكاء الاصطناعي خاصيات تقود إلى التعلم والاستنتاج والتخطيط، ولطالما كان هذا النوع من الذكاء سببا في نشوء أفكار شديدة التفاؤل يمكن استخدامها في صميم عمل المجالات الحيوية وتحسين نشاطها. حقيقة نقدر نوظف الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، يعني للحصر مثلا في المجال الزراعي، هو ذي السكترز وايد مهم هالأيام، وإحنا نقدر نكتشف من خلال الذكاء الاصطناعي الأمراض، التطبيقات، كل الأمور في الحقيقة. يعني هذه أحد المشاريع اللي إحنا راح نقومها حاليا. الذكاء الاصطناعي اليوم هو مقدرة الآلة بأنها تتعلم وتساهم في مساعدة البشر، وهذه بحد ذاته يسبب تغيير في جميع القطاعات وجميع العلوم وجميع التخصصات الموجودة في العالم اليوم. فبالتالي الذكاء الاصطناعي هو مجال لا يمكن الأغفال عنه، وهو اليوم أصبح جزء لا يتجزأ من جميع التخصصات والعلوم. ارتباط المرأة بالذكاء الاصطناعي مرتبط أكثر في يعني إمكانية المرأة الحصول على العمل، لأن للأسف برمجة الذكاء الاصطناعي إلى حد الآن تحد من المرأة إن هي تدش مثلاً في الستيم إنجينيرينج أو يعني في الإنجينيرينج تكنولوجي ماثيماتكس فيلدز. الذكاء الاصطناعي وسيلة حقيقية لبناء اقتصاد معرفي متنوع وقوي، وهو طريقة مثلى ستعزز من أشكال التنافسية في مجالات الابتكار والإبداع العلمي، وسيصبح من أهم العبارات المتداولة في مجال الأعمال والصناعة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.